المستفيد يعني ماشي ذوي الحق المستفيد بعض المرات اذا ما كانش عنده السيكتور كنقولوا حنايا السيكتور سي سي دي اللي هو خاص بالوفاه اولا السيكتور ميتيز ما كيتخلوش كتكون وحده منها ديال الوفاه يعني خصو يكون هو على بينه ان اذا ما كانش كتقطع عليه راه ذوي الحق ديالو اذا مشاو توفى ما كياخذوا حتى شي سنتيم فهمنا ومنشوف الوريقه ديالكم ديال المعاش تبينوا واش كاين السيكتور ميتيريس كيقطع التعرضيه كتقطع واش السي سي دي اللي هو خاص بالوفاه كيقطع حيت اذا كان كيقطع وما هو مبلغ ماشي كبير اللي كيقطع المبلغ الكبير راه هو التامين الصحي الاجباري اما السي سي دي والسيكتور ميتيريس راه ما بين 20 درهم 10 درهم ولكن كتخول من ذوي الحق ديالك انهم يستفدوا من ديك التعويض على الوفاه من ديك المنحه ديال الوفاه اللي كتعطيها للميتيريس دونك هذه غير باش نوضح لكم الامور باش تكونوا على بينه من الامر فيما يخص هذه النقطه هذه عندنا ما هي الاجراءات الواجب اتخاذها عند الاستفاده من التقيه بعد الاحاله على التقاعد دونك ليس مطلوب منكم اتخاذ اي اجراء قبل راه كان اي متقاعد كيخرج وكيجي واحد لافونسمون ديكرا واحد التقيه بطبيعه الحال كتكون حتى يخرج شي على التقاعد كيمشي المتقاعد بحداته هو اللي كيجي القرار ديالو الصندوق المغربي للتقاعد وكيبقى يتابع داك القرار حتى كيدوز ليه دابا حاليا هاد العمليه ما بقاتش راه ولات مباشره بمجرد ما كتخلصك مديريه التاجيل ولا السي ان تي على ديك التقيه يعني الفرق اللي كتكون في الاداره كتدوز مباشره للصندوق المغربي للتقاعد كتتم المعالجه ديالها وكيتم الاداء ديالها يعني بالنسبه للمتقاعد ما بقاش عنده انه يقوم بشي مجهود فيما يخص القضيه ديال المراجعات التقنيه ديالو كيف يمكنني تتبع مراحل معالجه ملف التقاعد دونك هنايا قلنا دابا ان حاليا الصندوق المغربي للتقاعد فيما يخص المحلل المعاش فهو اللي كيتعامل معاهم اول حاجه بالبريد الالكتروني او برسالات نصيه الاس ام اس يعني اي تغيير بمجرد ما كنتوصلوا دابا عشان عليه كنا المنصات الالكترونيه ديال الادارات ديال الصندوق المغربي للتقاعد هذا سمحت لنا اننا اي عمليه كنقوموا بها على المعاش ديال المعلم الاب كنبلغوه بمجرد ما كيتحل علينا الملف في المنصه ديال الصندوق من طرف الاداره المعنيه كنعلموا المعلم الاب ان الاداره ديالو راه صيفط لنا الملف باس ام اس تفتح الملف كنعلموه ان الملف تفتح وراه قيد المعالجه كيتعالج كنصيفطوا ليه الرقم ديال المعاش ديالو وكنعلموه بالاداء يعني هاد المراحل كلها ولات كدار دابا حاليا ان المتقاعد ما بقاش يقوم بواحد المجهود المسائل كلها ما كتوصل ليه ما هي تفاعلاتكم معنا بعد المعاش دونك اشعار الصندوق المغربي حيت هاد كاين واحد النوع ديال السهم من طرف المتقاعد خاصة فيما يخص المعطيات ديالو على الصندوق المغربي للتقاعد كاين ناس اللي كتبدل السكن ديالها كاين ناس اللي كتبدل ارقام التليفون ديالها وما كتعلمش الصندوق المغربي للتقاعد وحنا كيتقطع لنا الخط باش نقدروا نتواصلوا مع المتقاعدين ديالنا فيما هو فيما يخص الجديد سواء كانت مراقبه او لاي مساله اللي عندها علاقه ما بين المنخرط او المتقاعد والصندوق المغربي للتقاعد دونك هاد المعطيات اللي عم نطلبوها منكم راه المتقاعد ملزم انه يعلمنا بها في الوقت ديال التغيير ديالها اذا عندنا اولا اشعار الصندوق المغربي للتقاعد بكل التغييرات الطارئه على معطياتكم الشخصيه كالعنوان ديال المراسلات حالتكم العائليه او رقم الهاتف ثانيا التسجيل بالبوابه الالكترونيه واستعمال الوسائل الرقميه المتاحه التسجيل بالبوابه الالكترونيه راه ولات مساله جد ملحه لان ما خصناش نعبسوا عليها راه مسألة جد بسيطة راه يقدروا غير وليداتنا يعلموا لنا هذاك الشيء في الدار وعلى ما سمعت انا قبيلة بالنسبة لجمعية الأمان راه حتى هي دابا كتصر على هذا العمل هذا والجمعية ديال الأقصر كيف تبارك الله حتى هما كيقوموا بأيامات تقليدية يعني مادام الفضاء الأزرق موجودة عندكم علاش لا ما نستغلوش هذه النقطة هذه ومن هذا الباب هذه انا حاولت نشوف كما ناقشناها من قبل في الاجتماع الاخير لان مع الجمعيات ديال الجهه وحاولت نقترح على الاداره ديالنا ان علاش هذاك الفضاء اللي
جديد مثلا بحال اللي كاين في مدينه فاس واللي يمكن يدار في مدينه تطوان ويدار في مدن اخرى اللي فيهم نقولوا المندوبيات الجهويه. علاش حنايا ما تكونش عندنا شراكه مع الجمعيات ديالنا اللي موجوده في كل المدن، وهذا الفضاء الجديد يكون فضاء عندهم هما في المقرات ديالهم، تكون في اطار لابارتنريا في اطار الشراكه، وهما اللي غيقوموا بالعمليه ان اي منخرط ديالهم او ماشي ضروري يكون ديالهم، اي منخرط ديالهم او العديد ديالهم انه يجي عندهم يقدروا هما يوريوه كيفاش يتم الولوج للبوابه، يقدروا هما يساعدوه عوض ما يجي عندنا حتى المدينه تطوان انهم في المنقب ديالهم يخرجوا ليه داك الشهاده ديالو ويعطيوه المعطيات الضروريه اللي يحتاجها. دونك هذه هي الفضاءات الجديده اللي كنهضروا عليها، وهذا المشروع راه قيم الدراسه ان شاء الله، ونتمنوا انه يتفعل باش نبسطوا عليكم المسطره وفي نفس الوقت القضيه ديال التنقل والمجهود ديالها انه يتخفف العبء ديالو نوعا ما على المتقاعدين ديالنا. كاين نقطه اخرى عندنا هنايا التطبيق الهاتف المحمول، التطبيق الهاتف المحمول راه التليفونات ديالكم كيقدر يتحمل ما بلا ما تدخلوا الانترنت، يكون عندكم غير ايميل راه عندكم اي واحد من وليداتكم يصاوبوا لكم ويحملوا لكم. بقات المساله بحال القضيه ديال الواتساب، كما كتدخلوا وتشوفوا في الواتساب ديالكم داكشي كاين دابا حاليا عندنا هذا التطبيق الهاتفي، كتدخل وتشوف المعطيات ديالك وتقدر مثلا تشارجي الشهاده ديالك منه وتخرجها. بالاضافه عندنا القضيه ديال اخذ المواعيد قبل التنقل الى مركز الاستقبال لتفادي فتره الضربه، وانا من هذا المنبر راه مسجله لكم هذا العنوان البريد ديالي الله يخليكم الى ما تسجلوا. انا ما نبغيش نشوف شي واحد جاي من بعيد وعايش في الطريق ويرجع وعيبقى يسالي، لان ملي عادي تجي مثلا جاي من عرايش ولا جاي من القصر وانا بالنسبه ليا عندي 30 40 واحد في العصر راه ما عندكش نصبق واحد على واحد، لان راه كاين واحد تيكي اللي كيتقطع وعطل واحد النوع ديال الفوضى. بالنسبه لينا حنايا رسائلنا انا نعطيكم العنوان ديالي، وانتم اي واحد فيكم اللي عاد يحضر المندوبيه الصندوق المغربي للتقارب غيصيفط ليا رساله هنا على انه عاد يحضر عندي في تاريخ فلان فلاني واشنو هو الطلب ديالو والرقم الهاتف، وانا عاد نجاوبو في ذاك الرساله بالتاريخ ويحدد لي الوقت اللي غيجي. يعني ملي غيحدد لي الوقيته اللي خصو يجي انا باش نحددها وانا اللي عاد نستقبلو. يعني جيتي لقيتي 100 واحد جالس في القاعه، انت ماشي فوقك، انت بالنسبه لك راه حددتي مثلا ال 11 ديال نهار الثلاثه ديال مثلا الشهر غوش ديال 2023، بمجرد ما كتدخل عندك الساعه 11 كتدخل كتاخذ هذيك المساله ديالك وكتمشي في حالاتك. سامحني انا كتجيني بعض، يعني ما كيهمكش تكون شحال من واحد قبل منك، لان اللي قبل منك راه ما عندوش موعد، ولكن انت راه عندك موعد. تفهمنا؟ ولهذا باش نبسطوا ونخفوا عليكم المسطره وما تبقاش ديك القضيه ديال الانتظار المطول بالنسبه للمتقاعدين ديالنا. اذا تفهمنا هذه النقطه هذه. وكاين حتى المساله عاوتاني ديال الاتصال بمركز النداء المركزي. عندنا هنايا الرقم ديالو 05 37 567 567، وهذا راه من 8 كنا كنشوفوا على ان راه مجموعه ديال المتقاعدين والمتقاعدات راه كيتكفصوا فيما يخص القضيه ديال المراقبه السنويه اللي كنجرى العرف انك تكون في اواخر ديال السنه ومن بعد ولات في الاول ديال السنه. كاين بعض الاخوان كاين كيكونوا برا البلاد وما كيصدقوش الاخبار، كاين العناوين اللي كتكون عندنا ماشي متوفره او لا المعني بالامر كيكون بدل العنوان ديالو مع الصندوق المغربي للتقاعد، وكيتم الحبس ذاك المعاش وكيوقع واحد النوع ديال الاضطراب ديال الاشكاليه فيما يخص الاداء ديالهم. اللي عاد نقدروا نوضح لكم انا من خلال هذه النقطه ديال المراقبه السنويه، يمكن نقولوا ان التعويضات العائليه كيستفد منها نقولوا حنايا الطفل، قلنا ان صاحب المعاش مازال على قيد الحياه كيستفد منها حتى ولو سن 21 سنه.
تعودات عائلية. أما بالنسبة لليتيم راه البلوغ 21 سنة تمدرس ولا ما تمدرسش ما كياخذ المبلغ ديالو مازال أن الأب ديالو مازال على قيد الحياة. ولكن اليتيم لا، اليتيم إذا توفى مثلا توفى الوالد ديالو وكان عنده غير 16 عام وما كانش كيتمغرس راه كيتحرم بال 50% من المعاش ديال الباه وكيتحرم ديك التعويضات العائليه. فهمنا؟ اذا جوج نقطات، اذا كان مثلا القضيه ديال اليتيم المعاق كتبقى عنده التعويضات العائليه ديالو والمعاش سالم مفعول، ولكن اليتيم ما كيكونش عنده اعاقه هو اللي كيتحرم التعويضات العائليه وكيتحرم 50% من حق المعاش ديال الباه. استاذ واش هادشي اللي كان خاصك تسمع ولا كاين باقي شي توضيح اخر؟ واش بالضبط هاد النقطه هادي؟ هاد اليتيم واش عنده شي سيم؟ 2017 تحديد القانون السن المغربي للاستقرار، عندك مثلا الامن الوطني حاليا كيخرجوا على 60 سنه. سمعتي يا استاذ؟ الامن الوطني كيخرجوا بحد السن القانوني على 60 سنه. وباقي الموظفين راه 63 سنة في القانون، ولكن باش يستافدوا من المعاش كان خاص يكون الخدمة الفعلية شحال، ماشي غير السن، شحال خدمتي؟ خاص مثلا باش تخدم قرض، خاص يكون مثلا نقولوا حنايا العنتة تكون عندها مثلا 18 عام ديال العمل، والراجل خاص يكون عنده 24 عام ديال العمل، إلا كنشوفوا التعليم